زيزو مجنون كورة، يقدر بعون الله يقول لك نتيجة ماتش الأهلي وإسكو سنة 85 في الدور الأول، ويوصف لك كمان الجون اللي جابه بيبو من باصت مختار في الدقيقة 29 لما الماتش خلص 1-0. زيزو حضر كل ماتشات الأهلي والمنتخب في الاستاد من سنة 90، عضو ناشط في كل منتديات الكرة على الإنترنت، ورئيس رابطة مشجعي الأهلي في مدينة ديكرنس. زيزو يا جماعة، زيزو من الموهوبين اللي ما خدوش فرصة، يقدر يحلل أي ماتش وهو قاعد على القهوة بعد الاستاد ويقول لك عيوب الخطة وغلطات المدرب، ده يقدر كمان يقول لك التشكيل المناسب لكل ماتش قبل ما يبدأ، ولو اتحاد الكورة سمع عنه أكيد مش هيلاقي غيره يمسك المنتخب بعد الكابتن حسام البدري. مشكلة زيزو صديقنا إنه أهلاوي متعصب، وده خلاه طلق مراته عشان اكتشف إنه جوز بنت عمها زملكاوي. أبوه اللي هو أبوه قطعه 3 سنين لأنه حاول وهو في تانية إعدادي يمنعه يحضر المباراة المهمة بين الأهلي والكروم، لكن كل ده مش مهم طالما الأهلي بيكسب وياخد الدوري. المشكلة اليومين دول إن زيزو بعد العمر ده كله قرر يلعب كورة. قال يمشي رجليه يعني ويجرب يلعب بعد ما قضى العمر ده كله متفرغ، بغض النظر عن انه بقى مسخرة الملعب وانه خد يجي 30 كوبري وانه ترقص لدرجة ما تقدرش شاكيرة بذات نفسها تعملها، الا انه لما وقع على وشه في نهاية الماتش واتكسر له 4 ضلوع ومناخير ما بقاش قادر يحضر ماتش الاهلي في دور الـ8 في بطولة افريقيا. وده بالنسبة لزيزو اوحش بكتير من يوم ما ابوه الله يرحمه توفى، لأنه اضطر ساعتها يروح العزا متأخر عشان يخلص الشوط الأول من ماتش الأهلي والترجي. سلامتك يا زيزو.